نختم هذه النشرة من تركيا، حيث خصصت بلدية منطقة بيشكتاش في إسطنبول سوقا للنساء المسنات، حيث بوسعهن بيع مشغولات يدوية لمساعدتهن على إعالة أنفسهن. لحن الحياة. على ضفة البوسفور تنسج هاتان السيدتان غزلهن، ففي هذا المكان ثمة سوق شعبي للنساء فقط. في خريف العمر يواصلن العمل دون كلل. جول أوران تعرض هنا بضاعتها. استفادت كغيرها من النساء من مبادرة بلدية بيشكتاش التي خصصت هذا السوق لمساعدة كبار السن على العمل وكسب الرزق. عمري 79 عاما. البلدية وفرت لنا هذا المكان وأعمل هنا منذ 12 عاما. أعتمد على نفسي في صناعة هذه المنسوجات، وآتي إلى هنا أيام الأحد لبيعها. أنا سعيدة جدا، فهذا العمل يوفر لي المال ويساعدني على الاعتماد على نفسي. المصنوعات هنا من أياد نسوية بحتة، وتتماهى إلى حد بعيد مع عالم الأنوثة، فلا مكان للرجال هنا. والمتجول في أزقة السوق ومعروضاته المتنوعة لا يمكنه إلا أن يستنتج أن حاجز العمر أو الجنس لا يقف حجر عثرة أمام العطاء. هو الأمل إذن ما يبحث عنه هذا الجمع من النسوة، ففي هذا السوق يمضي الوقت جميلا. البعض يبيع والبعض الآخر يشتري، وثمة من يرقب حركة المارة بكل هدوء. قد تبدو هذه المصنوعات اليدوية بسيطة، لكنها تعني الكثير بالنسبة لهؤلاء السيدات. فالعمل في هذا السوق الشعبي لا يعني كسب الرزق فحسب، بل يتعداه إلى إثبات الذات أيضا والمضي قدما في الحياة. عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، اسطنبول.